وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي الفرع التطبيقي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة الرياضيات امتحان وزارة الدور الأول 2023. عندنا السؤال الأول فرع أي، إذا كانت X هي 3 زائد 4 أوميجا على 3 أوميجا 2 زائد 4 و Y يساوينا 5 زائد 2 أوميجا تربيع على 5 أوميجا ناقص 2، أثبت أن X تربيع زائد Y تربيع الكل قوس تربيع يساوينا 1. خلينا نشوف الحل. السؤال بحل هذا السؤال احنا ايش راح نقول X هي 3، نفك الأوميجا ندخلها راح تصير 3 أوميجا تكعيب زائد 4 أوميجا على 3 أوميجا تربيع زائد 4. 3 أوميجا تربيع هي تشبه الفوق، يعني إذا أخذنا أوميجا طلعناها خارج القوس فراح يصير نختصر 3 أوميجا مع أوميجا طلع X يساوي لنا أوميجا. بنفس الطريقة لـ Y إذا طلعنا أوميجا تربيع كعامل مشترك راح يطلع لي 5 أوميجا ناقص 2 على 5 أوميجا ناقص 2، إذا Y راح يساوي لنا أوميجا تربيع. إذا الطرف الأيمن X تربيع زائد Y تربيع الكل تربيع هي أوميجا تربيع زائد أوميجا 4 راح يطلع لي هنا أوميجا 6 الكل تربيع وهي راح يطلع لي يعني سالب 1 تربيع، اذا الطرف الايمن سالب 1 تربيع هي 1، اذا الطرف الايمن راح يساوي لنا الطرف الايسر على اعتبار ان اوميجا تكعيب الاوميجا اس 4 هي اوميجا تكعيب في اوميجا. نجي على السؤال اللي بعده. يقول فرع بي جد معادلة القطع الناقص، جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه نقطتا تقاطع المنحني X تربيع زائد Y تربيع ناقص 3X يساوي 16 مع محور الصادات ومزدل إلى القطع المكافئ Y تربيع يساوي 12X. حل هذا السؤال نشوف الحل مالته. الحل راح يكون بالصيغة التالية. عندي أنا أول شيء خلينا نشوف شنو المنحني. المنحني هو X تربيع زائد Y تربيع ناقص 3X يساوي لنا 16. يساوي لنا 16. إذا التقاطع قايل لي مع محور الصادات، فبما أن التقاطع مع محور الصادات يعني X يساوي لنا 0. عندي معادلة القطع المكافئ اللي هي Y تربيع، بما أنه راح يساوي لنا 0 راح أطلع الـ Y يطلع لي أما زائد ناقص 4. فمن طلع لي Y زائد ناقص 4 يعني هذه القطع المكافئ راح أستفاد من عنده. قطع المكافئ راح يصير Y تربيع يساوي لنا 12X لأن قطع المكافئ على محور الإكسات، وراح يصير Y تربيع يساوي لنا 4BX، ف4B يساوي لنا 12 راح أطلع من عند الـ B يساوي لنا 3، إذا X يساوي لنا 3. من طلعت الـ X 3 واللي هناك الـ Y زائد ناقص 4، إذا عندي الـ C راح أطلع الـ C مشكلة عندي بالحاسبة، خل أشوف شنو عد البؤرة هي راح تكون مال القطع الناقص هي 0 وزائد ناقص 4، فإذا C هي 4 والB هي 3، إذا الA راح أطلع الA من عندها على حسب القانون C تربيع يساوي لنا فاستخدم الB راح يساوي لنا B 9 على اعتبار انها بي 3، فراح اطلع السي، سي هي اي تربيع ناقص بي تربيع، اذا 16 يساوي لنا اي تربيع ناقص 9 راح يطلع لي اي يساوي لنا 25،
ومن خلالها راح اكتب معادله القطع الناقص هي اكس تربيع على بي تربيع زائد واي تربيع على اي تربيع، راح يساوي اكس تربيع على 9 زائد واي تربيع على 25 يساوي لنا 1، معادله القطع الناقص. نجي على السؤال اللي بعده، يقول السؤال الثاني فرع اي: اذا تعامد المستويان في المستقيم المرسوم في احدهما والعمود على مستقيم التقاطع يكون عموديا على المستوي الاخر، برهن ذلك. الجواب نقول المعطيات: عندي اكس عمودي على واي، واكس تقاطع واي هو الاي بي القطعه المستقيمه، هذا رسمه. فسي دي بالنسبه الى سي واي، وعندي هنا عندي سي دي عمودي على اي بي، فالمطلوب اثباته ان سي دي عمودي على اكس. البرهان: من نقطه دي نرسم دي اي في اكس. ايش راح يصير؟ راح يصير عندي دي اي عمودي على اي بي، ودي اي سي اكس في المستوي يعني احتواء جزئيه من الاكس، فالاحتواء من الاكس دي اي هي قطعه المستقيم، هي احتواء في المجال اكس، فالمستوي في المستوي الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم فيه من نقطه معلومه. اذا اي بي عمودي على سي دي، وسي دي احتواء واي حسب ما معطى في السؤال، اذا راح يطلع لي سي دي اي هي زاويه عائده للزاويه الزوجيه اكس ناقص اي بي ناقص واي، تعريف الزاويه الزوجيه. اذا ام اصغر من سي دي اي قياسها راح يكون 90 درجه، قياس الزاويه الزوجيه يساوي قياس الزاويه العائده وبالعكس. اذا دي اي عمودي على سي دي اذا كان قياس الزاويه بين المستقيمين تساوي 90 في المستقيم المتعامدان وبالعكس. اذا اكس راح يكون عمودي على سي دي بالبرهان. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الاخر، يقول: جد معادلة المستقيم الذي يمر من النقطة 6 و 8 والذي يصنع مع المحورين في الربع الأول أصغر مثلث. الجواب: نفرض طول قاعدة المثلث X وارتفاعه راح يكون Y، فإحنا ايش عندنا؟ عندنا المساحة، شوفوا هذا الشكل، إحنا عندنا ال فرضنا القاعدة يمر بالنقطة 6 و 8، هاي النقطة 6 و 8 هذا المثلث، فعندنا المساحة هي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف X في Y. من تشابه المثلثين عند المثلث ABC وعندنا المثلث الثاني AEF حسب النقطة 6 و 8، فايش راح يصير؟ راح يصير 6 على اعتبار انها محور اكس 6، ومنها هي واي ناقص 8 لان هاي كلها 8، فكلها واي العفو، فراح يصير واي ناقص 8 ومنها على محور الاكس والصفر هنا، فراح يصير من تشابه راح يصير 6 على اكس يساوي لنا واي ناقص 8 على واي، ووسطا في طرفين راح يصير اكس واي ناقص 8 يساوي لنا 6 واي، هاي المعادله الاولى، والمعادله الثانيه اكس يساوي لنا 6 واي على واي ناقص 8، هاي حصلنا العفو المعادله الثانيه، فنطبق هاي المعادله بالمساحه اللي هي نصف القاعده في الارتفاع، راح يصير نطلع من عندها راح يطلع لي 3 واي تربيع على واي ناقص 8، اذا واي طلع لي هذه المعادله. احنا قايل لي اصغر ما يمكن يعني اشتق اي مشتقة المساحة المشتقة الاي، فما راح اشتقها حاصل مشتقة اللي راح يكون البسط دالة كسرية المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، وبعد ما ابسطها راح تكون بهذه الصيغة انه اي
تجعيد راح يصير 3 واي تربيع ناقص 48 واي يساوي لنا 0 تقسيم اقسمها على 3 على مود اطلع قيمه واي، فواي تربيع يساوي لنا 16 واي، اما واي يساوي لنا 0 راح يهمل لان ما يصير يصير 0 و واي يساوي لنا 16. زين وراها احنا ايش راح نسوي؟ نطلع قيمة x بالتطبيق بالمعادلة راح يطلع لي x يساوي لنا 12، نجد معادلة المستقيم بين النقطة 0 و 16 و 12 و 0 على اعتبار انه y 2، فمعادلة المستقيم بين نقطتين هي y ناقص y 1 على x ناقص x 1 يساوي لنا y 2 ناقص y 1 على x 2 ناقص x، فراح ضرب الوسطين بالطرفين راح تطلع لي 3 واي ناقص 4 48 يساوي لنا سالب 4 اكس، وصفر المعادله 3 واي زائد 4 اكس ناقص 48 يساوي لنا صفر معادله المستقيم. عندنا السؤال الاخر يقول اجب عن فرعين من ما ياتي، لتكن ام نقطه تتحرك على القطع المكافئ اللي هو واي يساوي ان اكس تربيع، جد احداث هي النقطه ام عندما يكون المعدل الزمني لابتعادها عن النقطه 0 و3 على 2 يساوي ثلث المعدل الزمني لتغيير الاحداث الصادي للنقطه ام. الجواب الحل هذا السؤال راح يكون بالصيغة التالية، زين عندي النقطة اللي هي M راح تكون عفوا فنكتب اول شيء عندنا النقطة هي x و y، والنقطة الثانية هي 0 و 3 على 2 البعد بينهما هو s، فاحنا راح نشتق ال ds بالنسبة إلى الزمن، ds إلى الزمن هو قايل لي ثلثي المعدل ف 2 على 3 dy إلى dt. نكتب المعادلة s هي المسافة بين نقطتين، ف x تربيع زائد y ناقص 3 على 2 على اعتبار أنه x الثانية 0، فأبسط المعادلة فراح يصير s يساوي لنا y زائد y تربيع ناقص 3y زائد 9 على 4. فايش راح يصير بتربيع الطرفي المعادلة؟ قبل التربيع راح اسوي s يساوي لنا ابسطها بعد اشتق بالنسبة ل ds الى dt، فالدالة الجذرية اشتقاقها راح يصير 2y ناقص 2 وهاي راح تنقص الجذر 1 يعني قوس اسوي قوس نصف، فراح يصير 1 على 2 واي تربيع ناقص 2 على واي 9 على 4 في دي واي. بعدين ابسط اكثر انه اعوض عن دي اس دي تي ب 2 على 3 دي واي دي تي، واختصر الاختصارات دي واي ودي تي والاثنين مع الاثنين راح تروح، راح تصير عندي بهذه الصيغه التبسيط مالت 2 على 3 واي ناقص 1 على واي تربيع ناقص 2 واي زائد 9 على 4. الخطوة اللي وراها ايش اسوي؟ اخلي المعادلة اسوي 3 واي، راح اسوي 3 واي بهذه الصيغة، 3 واي ناقص 3 يساوي لنا 2 تحت الجذر بضرب وسطين في طرفين وبتربيع الطرفين على مود تخلص من الجذر راح يصير 3 واي ناقص 3 كل تربيع يساوي لنا 4 واي على 2 ناقص 2 واي زائد 9 على 4. افك هذا التربيع واجمع الحدود المتشابهه وبعدين اقسم على 5 راح يطلع لي واي يساوي لنا 0، واي يساوي لنا 2، اذا اكس تربيع يساوي لنا واي، واكس تربيع يساوي لنا واي، فمرة اكس تربيع يساوي لنا صفر، اذا اكس يساوي صفر، مرة اكس تربيع يساوي لنا 2، اذا اكس يساوي لنا زائد
ناقص جذر 2 هاي 0 0 تهمل، فاذا ناقص جذر 2 ون 2 او الجذر 2 مع الثنين. نجي على السؤال اللي بعده، يقول حل المعادله التفاضليه التاليه دي واي على دي اكس يساوي لنا كوساين اكس على 3 واي 2 زائد اكستنشن للاس واي. فاحنا بهذا الطريقه لحل هذا السؤال، نتبع الخطوات التاليه. نقول دي واي على دي اكس هي عباره عن 3 واي، دي واي على دي اكس هي عباره عن كوساين اكس على 3 واي زائد اي للاس واي. هذه التكامل الطرف 3 واي عن طريق انه ضرب وسطين في طرفين، فصار تكامل 3 واي تربيع زائد اي للاس واي دي واي تكامل كوساين اكس دي اكس. هذا التكامل مال اكسبنشن هو عباره عن 1 اس 3 زائد اي واي، والتكامل كوساين وساين زائد سي. شوف السؤال اللي بعده، يقول فرع سي جد المساحه المحدده للمنطقه التي يحدها منحنى الداله اف اكس يساوينا اكس تربيع محور السينات والمستقيمين اكس يساوينا 1 واكس يساوينا 3. حل هذا السؤال، شوف شنو الطريقه. زين خلينا نشوف شويه شلون الحل مال السؤال الثالث فرع جي. عندي اف اكس يساوي لنا اكس تربيع، واحنا قايلين لكم دائما انه بما انه مستقيمين اكس يساوي لنا 1 واكس يساوي لنا 3، يعني هاي الفتره من 1 الى 3، فاكس تربيع يساوي لنا 0، اذا 0 لا تنتمي الى 1 و 3، فراح ما راح يصير اجزئ المساحه، فاقول اي هي المساحه راح تساوي لنا بهذه الصيغه تكامل من 1 الى 3 اكس دي اكس، واخلي مطلق وراح اكاملها تكامل عادي، فراح يصير 27 على 3 ناقص 1 على 3، ومره اعوض فراح اعوض الواحد الى 3، فراح يطلع لي. خل اشوف الحل، حاسب اليوم خربطه. نعوض منه من 1 الى 3 فراح يصير الحل بهذه الصيغه 27 على 3 راح يطلع 26 على 3. نجي على السؤال الاخر، عندي يقول قطع زائد طول محوره الحقيقي 6 وحدات واحدى بؤرتي عبارة عن القطع المكافئ الذي راسه نقطة الاصل ويمر بالنقطتين 1 و2 جذر 5 و1 ناقص 2 جذر 5، جد معادلتي القطع المكافئ الذي راسه نقطة الاصل والقطع الزائد الذي مركزه نقطة الاصل. حل هذا السؤال يكون الصيغة التالية، عندي بما انه القطع المكافئ يمر بالنقطتين 1 و2 جذر 5 والقطع الزائد بالبدايه هو 2 اي يساوي لنا 6
نقسمها على 2 راح نطلع اي يساوي لنا 9، وبعدين البؤره ماده 5 و10، اذا السي راح تطلع لي 25، فمن خلاله راح اطلع البي، البي راح تطلع لي 16. اكتب معادله القطع الزائد. اما بالنسبه للقطع المكافئ يمر بالنقطتين 1 و2 سالب 2 جذر 5، 1 و2 جذر 5، تناظر حول محور السينات، فراح يصير واي تربيع يساوي لنا 4 دي اكس، اذا 1 و2 جذر 5، 2 جذر 5 الكل تربيع يساوي لنا 4 دي ناقص 1، اذا 20 راح يساوي لنا 4 دي تقسيم 4، بي يساوي لنا 5، يؤدي الى ان اف هي 5 و0، واكتب المعادله مال القطع المكافئ راح تطلع لي واي تربيع يساوي لنا 20 اكس. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الآخر. سؤال آخر يقول بي إذا كانت 1 زائد 3i هي أحد جذرين معادلة x تربيع ناقص 3x ناقص 2xi زائد k يساوي 0، فجد قيمة k اللي تنتمي إلى c، ثم وجد قيمة الجذر الآخر. حل هذا السؤال نقول بما أنه m هي 1 زائد 3i او ما نعرفها، فراح نقول ام زائد او هي اي معامل اكس على معامل اكس تربيع، وراح يصير 1 زائد 3 اي زائد او ناقص ناقص 3 ناقص 2 اي على 1، ونعوض راح تطلع لنا او هي 3 زائد 2 اي و1 زائد 3 اي، اذا او 3 زائد 2 اي زائد ناقص 1 ناقص 3 اي، او راح يصير 2 ناقص اي. نطبق بالمعادله يساوي لنا كي حد المطلق على معامل اكس تربيع حسب هاي ام في ال، وراح نطلع قيمه الكي راح تطلع لي 5 زائد 5 اي. نجي على السؤال الاخر. السؤال الخامس يقول حل المعادله اكس تبعيد زائد اي يساوي 0 باستخدام نتيجه مبرهنه دايمو فار. المبرهنه لازم احنا نستخدمها. الحل مالتها هذا السؤال، الحل هذا السؤال يقول اكس تكعيب هو يساوي لنا سالب اي، اذا بالجذر التكعيبي اكس تكعيب يساوي لنا كوساين 3 باي على زائد اي ساين 3 باي على 2، اذا اكس يساوي لنا كوساين 3 باي زائد اي ساين باي على 3، خلي 1 على 3، فراح يصير اكس كوساين 3 باي على 2 زائد 2 باي كي على 3 زائد اي ساين 3 باي على 2 زائد 2 باي كي على 3، والكي قد تكون 0 او 1 او 2، فاذا كي كان 0 بالتعويض راح يطلع لي 0 زائد اي، واذا كي يساوي لنا 1 راح يطلع لي 7210 بالربع الثالث، واذا كانت على اعتبار انه ناقص 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي، واذا خليت كي يساوي لنا 2 راح يطلع لي 330 ربع رابع، اذا راح اما 0 زائد اي او ناقص جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي او جذر 3 على 2 ناقص نصف اي. نجي على السؤال الاخر. يقول السؤال جد تكامل جد باستخدام نتيجة القيمة المتوسطة تقريبا مناسبا للعدد 1 على التحت جذر 5 33. الحل راح يكون احنا نقول 1 بالبداية 1 على تحت الجذر 5 اكس، فاف اكس احنا راح نقول بي 33 واي 32، فاتش راح يصير بي ناقص اي يساوي لنا 1 اتش، فاف اكس هي اكس سالب 5 نشتقها راح يصير سالب 1 على 5 على اكس سالب 6 على 5، فنبسطها بعدين نعوض عن قيمه اي راح يطلع لي 0.5، بعد خلينا 32، فاف فتحه ايضا نعوض من المشتقه راح يصير سالب 1 على 320 وتقريبا سالب 0.03، فاف هي اي زائد اتش تقريبا اف اي زائد اتش مشتقه الاف اي، فراح يصير اف 33 هي عباره عن 0.5 زائد 1 تحت ناقص 0.3، فراح يصير 0.5 زائد 0.03 يطلع لي 0.497. نجي على السؤال الاخر.
يقول جد تكاملات كل من ما يأتي، تكامل كوساين 2 اكس ناقص سيكا اكس في كوساين 2 اكس زائد سيكا اكس دي اكس، والتكامل الثاني من 1 الى 3 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس تربيع زائد 5 على اكس تربيع دي اكس. راح يكون الجواب التكامل اللي هو راح يصير كوساين اكس، هي معناها شنو هذا؟ معناها كوساين اكس تربيع 2 اكس ناقص سيكا اكس تربيع اكس دي اكس، معناها نجزئ التكامل راح يصير تكامل كوساين 2 اكس تربيع كوساين تربيع 2 اكس دي اكس وسيكا تربيع اكس دي اكس، هذه معناها 1 زائد كوساين 4 اكس دي اكس نصف، وهاي سيكا تربيع اكس دي اكس، فراح يصير نصف دي اكس زائد 1 على 2 ربع كوساين 4 اكس في 4 دي اكس، وتكامل سيكا تربيع دي اكس دي اكس راح يصير 2، هاي دي اكس هي اكس، وهاي راح يصير 1 على 8 ساين 4 اكس، وهذا السيكا تربيع اكس هي تكامل مالتها تان اكس زائد سي. بالنسبه للتكامل الثاني، تكامل من 1 الى 3 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس اس 2 زائد 5 على اكس تربيع دي اكس، راح يصير التكامل من 1 على 3 صعد الاكس ناقص 2 من فوق وندخلها على القوس، وبعد ما ندخلها على القوس راح يعني نكاملها، فراح يصير اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5 اكس ناقص 1 على ناقص 1، والفتره من 1 الى 3 حدود التكامل نعوض مره 3 ومرة الواحد راح يطلع لي 10 على 3. بالنسبه للسؤال الاخر، السؤال السادس، يقول اجب عن فرعين دائره قطرها اي بي واي سي عمودي على مستويها دي نقطه تنتمي للدائره، برهن ان سي دي اي عمودي على سي دي بي. الجواب عندنا السؤال السادس، فرع بي لتكن اف اكس هي اكس تكعيب زائد اي اكس تربيع زائد دي اكس، اذا علمت ان الداله نهايه عظمى محليه عند اكس يساوي لنا سالب 4 ونهايه صغرى محليه عند اكس يساوي لنا 2، جد قيمه اي وبي اللي تنتمي الى ار، فراح يصير اف اكس يساوي لنا اكس تكعيب زائد اي اكس تربيع زائد بي اكس، مشتقتها راح يصير 3 اكس تربيع زائد 2 اي اكس زائد بي، نعوض سالب 4 راح نطلع صفر، فراح تكون هاي نقطة نهاية عظمى محلية، ف 4 8 ناقص 48 ناقص 8 اي زائد بي يساوي لنا صفر، وهاي المعادلة الأولى بعد تبسيطها نعوض المشتقة بالاثنين راح تكون نهاية صغرى محلية، فمن خلال المعادلتين راح نطلع قيمة اي يساوي لنا 3 وقيمة بي يساوي لنا سالب 24. هل ان واي تربيع يساوي لنا 3 اكس تربيع زائد اكس تكعيب حل المعادله التفاضليه واي في المشتقه الثانيه واي زائد واي المشتقه الاولى لكل تربيع ناقص 3 اكس يساوي لنا 3؟ خلينا نشوف، واي تربيع هي 3 اكس تربيع زائد اكس تكعيب، راح يصير 2 واي واي سالب يساوي لنا 6 اكس زائد 3 اكس تربيع، وعوض راح يصير شوف شنو اللي هذا نقسمها على 2، فراح يصير واي في واي المشتقة الثانية زائد واي كل تربيع يساوي 3 زائد 3 اكس، وهاي راح يصير ناقص 3 اكس يساوي لنا 3، اذا هي تمثل حل للمعادلة التفاضلية. هذا كل ما موجود في حل الاسئلة، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.